السلام عليكم عزيزتي، كنتمنى تكونوا بألف خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم يوم الجمعة كيفاش قضيتو. غنحضر معكم الكسكس المغربي، ومن بعد غادي نديرو واحد الجولة في واحد المحل تجاري خاص بالأطفال اللي غنتقدا فيه بعض الحويجات ديال الأطفال. دابا بديت نحضر في الطعام ديالي او الكسكس. درت دابا في الكسكاس البصل واللحم كما كتشوفوا، غادي نضيف الزيت وغادي نخلي اللحم يتشحر مع البصل واحد المده حتى تبان لينا البصله وتبان لينا كيف يتشحر حتى هو، وغادي نضيف الملح واحد الكميه ديال الملح كما كتشوفوا، وغادي نخلي هاد المكونات يتشحروا على عافيه مهوله. من بعد غنبدا نقي في الخضر. الخضر اللي غادي نستعمل في الكسكس ديالي، عندي هنا الجزر، عندي هنا ثلاثه الحبات ديال الجزر، عندي القرعه بانواعها، القرعه السلاويه اللي الشو وطماطم والقرعه الحمراء. دابا غادي نبدا نقي في الخضر ديالي، ديال اللحم ديالي والبصله شحروا كما كتشوفوا. دابا غادي نضيف التوابل اللي هما عندي هنا الخرقوم البلدي، ملعقه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال التحميره، وسكنجبير، الملح راه ديجا درتو. وغادي ندير هاد التوابل هادو ونخلط مزيان باش اللحم يشرب هاد التوابل مزيان. يعني هاد الطريقه هادي سهله جدا، كنتمنى تجربوها وان شاء الله غادي تصدق لكم. الا كيصدقلهاش الكسكس يعني غيجيها رائع جدا بقات هاد الطريقه هادي. غادي نخليه مازال يتشحر شويه، تزاد فيه الزيت. ها هي الخضر ديالي اللي نقيت ودرتها في الماء، كنخليها في الماء باش ما تكحلش. دابا غادي نبدا نقطع الخضر ديالي على هذا الشكل، هذه غنقسمها على جوج، نفس الشيء بالنسبه لهذا اللفت. كنحيدوا له هذا القلب هذا، مزيان اللحم والبصله. دابا غادي نضيف المطايب، ضروري يكون مرطوب المطايب مزيان، ما يكونش بارد ولا دافئ، خصو يكون طايب. غادي نغطي اللحم ديالي كما كتشوفوا، حيت مازال غنضيف الخضار باش طيب مع اللحم. صافي، وغادي نسد عليه ونخليه حتى يغلى مزيان. بالنسبه للجزر هو كنقسموه على جوج، وكنحيدوا ليه هذا القلب، القبة ديال الربيع كما كتشوفوا معايا. هذه القبضه كامله كنديرها في البرمه، كنحزمها بواحد الخيط وكنحط على هذا الشكل باش يطلق ديك النكهه ديالو في الكسكس، كيعطي واحد البنه رائعه كما كتعرفوا. هذه اللي بدات كتغلى كما كتشوفوا، غادي نضيف دابا القبطه ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نبدا بالخضر اللي كتشد الوقت شويه في الطياب، هي اللي غادي ندير هي الاولى. بحال اللفت كياخذ شويه ديال الوقت، ولا زارت راه هو. غادي نضيف هذه الخضر هذه اللي كتاخذ الوقت شويه، وعاد من بعد عاوتاني نضيف بحال القرعه الحمراء، هي دغيا كطيب. والسلاوي نخليها مازال حتى هي شويه، حتى هي ما كتاخذش الوقت بزاف، ولي الشو حتى هو. بالنسبه للبلبوله، انا غادي ندير البلبوله ديال الشعير، هي اللي كنفضل دائما نديرها في الكسكس. كننقيها بعدا حيت بعدا كيكون فيها بعض الحجيرات، كنقيها يمكن فيها حتى حاجه، كنقيها ما فيها والو. ومن بعد غادي نسقيها بالماء، كناخذ واحد الكوب ديال الماء، كنديروش كامل يعني، كندير ليها الماء على هذا الشكل. هي كتجي صحيه احسن من السميد، انا كنفضل دائما ندير البلبوله، كتجيني هي صحيه. حتى الاطفال الصراحه، انا الاطفال ديالي كياكلوها، كاين بعض الاطفال اللي ما كيبغيوهاش، ولكن غير على حساب الولف. هي من الاحسن يعني نستهلكوا البلبوله احسن. غادي نخليها دابا تشرب شويه ديال الماء، ومن بعد عاد غادي نديرها في الكسكس ديالي او البلبوله عفوا. عاودت لها شويه ديال الماء
حيت كانت نشفات من الماء، وكنحضر هاد لا كناخذ الكسكاس ديالي وغادي نضيف هذه الديكوره بهذه الطريقه. نجمعها كامله وكنوزعها في هذا الكسكاس مزيان باش كامله نسلها البخار وطيب دغيا بهذه الطريقه. دابا كناخذ الكسكاس ديالي وغنحطو بهذا الشكل ونغطيه وكنخليه حتى كيتفور على خاطر. دابا غادي نحيد التفويره الاولى اللي كتشوفوا وغادي نضيف الخضار الاخرى اللي كنت مخليه قبل. غادي نضيف غير القرعه السلويه حتى هي كتشد شويه ديال الوقت، وبالنسبه للقرعه الحمراء ولي الشغل ديالهم مازال حتى من بعد. ها هي البلبوله ديالي من بعد ما تفورات هذه التفويره الاولى، غادي نديرها في الزلافه او في الكسعه عفوا. وغادي ناخذ الماء بارد دائما، ما كنقدش انا نخدمها بيدي يعني كتكون سخونه بزاف، اللي يقدر يخدمها بيدي راه يخدمها بيدي ولا غير بشي مغرفه على هذا الشكل هذا. نزيدها الماء ونبدا نمعس على هذا الشكل باش تحل يعني دوك الكويرات اللي يتشكلوا يتحلوا مزيان وتشرب الماء، حيت البلبوله هي كترد دغيا الماء وكتبغي الماء بزاف. نعاود نزيدها شويه ديال الماء ونخليها دابا تشرب مزيان الماء، عاد نعاود نردها في الكسكاس. يعني حتى الحمص كيجي زوين في الكسكس، انا ما تصفش عندي ما كنتش نقداه قبل. كناخذ هذا الفول اللي كنكون مطيبه انا نص طيبه مفوره وكنديروه في المجمد. دابا حتى هنا غادي نضيف هذه الكميه هذه ديال الفول، حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع في الطعام، وغادي نخليه يطيب على خاطر. شربت البلبوله ديالي الماء مزيان، دابا غادي نديرها في الكسكاس ديالي. دابا غادي نردو يتفور التفويره الثانيه، بعد غادي نضيف القرعه الحمراء ولي الشو وغادي نزيد طماطم ديك مطيشه حكيتها في الحكاكه وغادي نضيفها. من بعد غادي نضيف هاد الملعقه ديال السمن. هذه التفويره الثانيه وجدات. دابا كنوجد واحد الكاس ديال الماء اللي كنضيف فيه الملح، كميه ديال الملح، ومن بعد كنملح هاد البلبوله هذه وكننسقيها مزيان وكنخليها ترتاح، ومن بعد كنرجعها تفور التفويره الثالثه والاخيره. الكسكس ديالي او البلبوله ديالي واجده من بعد التفويره الثالثه. دابا غادي نضيف ليها الزيت من الزيت البلديه، واذا بغينا يعني نخليو واحد الكميه اللي غادي نديرو بها سايكوك ما نديروش ليها الزيت، هذا غير اللي كنديرو معاه الخضار. دابا غادي ناخذ طبق تقديم باش نبدا نحط فيه البلبولات ديالي ومن بعد نسكيه بالخضره واللحم. من بعد كنقادو كندير واحد الحفره الوسط هكا فين غادي نحط اللحم والقرعه وكنقادو كل واحد يقادو على الشكل اللي كيدير. من بعد ما قديت الطعام ديالي دابا غادي نبدا نسكي، غادي نحط اللحم هو الاول، نحط قطع اللحم على هذا الشكل في الوسط بطبيعة الحال كنديرو اللحم
الخضر ديالي على هذا الشكل هذا، قطعها شويه بشويه هكا، راه سخونه شويه ولكن كنحاول نستفها بهذا الشكل هذا، كنستمر حتى كنقاد الخضر ديالي في الكسكس، ومن بعد غادي نسكيه بالمرق، كنديرو في الجوانب باش يجي مسكي مزيان. صافي كنقدموه بالصحه والراحه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم بالطريقه ديالي، كيجي على هذا الشكل هذا الكسكس ديالي. في العشيه جينا لهذا المحل التجاري اللي فيه الحويجات ديال الوليدات الصغار، البنات والولاد، هنا في الصراحه فين كنتقدى دائما الحويجات لبناتي، كتعجبني كيعجبوني الحويجات ديالهم، الكاليتي زوينه، وغادي ندير واحد الجوله هنا وتشوفوا الملابس اللي كاينين في هاد لا سيزون هادي. ما تقدينا داكشي اللي احتاجينا، جينا لهاد الالعاب هادو باش يلعبوا شويه. وبالنسبه للملابس اللي خديت لبناتي، خديت هاد لي التريكوات وتيشيرت، هادشي اللي خديت ليهم فقط. بصراحه لا كاليتي ديالهم زوينه، وانا كناخذ ليهم ديما من هاد لابوتيك وعجبوني حويجاتهم، وهذا الشيء اللي خديت هاد المره. حتى المره اخرى ان شاء الله ونعاود ندير لكم فيديو اخر الى كنتو مهتمين تعرفوا الملابس اللي كاين اللي خرجوا الاثمنه ديالهم. بالنسبه لهادو الاثمنه باش خديتهم، بالنسبه لهاد التريكو هذا خديته ب 50 درهم، وهذا ب 70 درهم، وهذا خديته ب 40 درهم، يعني اثمنه معقوله ومزيانه. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم اللي كتشجعني وبليجين ديالكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك في القناه بالضغط على المربع الاحمر اسفل الفيديو. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.